أهلا بكم من جديد. محبو الحياة الطبيعية وكنوزها على موعد لاستكشاف الكثير من خلال جناح واحدة من أجمل جزر العالم، وهي سيشيل، الذي يحاول التعريف بالجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الأزرق. هاني نصر والتفاصيل. إنها رحلة البحث عن الكنز الدفين، كنز لم يمسه بشر ولا يشترى بالمال. بهذه الكلمات يدعو جناح جزر سيشيل في إكسبو 2020 دبي الزائرين للدخول إليه واكتشاف جمال هذا البلد الصغير. الجناح الذي يقع في منطقة الاستدامة يحاول التعريف بالجهود المبذولة لحماية كنوز سيشيل الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأزرق المعني بالحفاظ على البيئة البحرية وصون العوامل الطبيعية الأكثر عرضة لخطر التلوث. إن سيشيل تركز من خلال جناحها في إكسبو 2020 على تسويق نفسها للعالم وإبراز الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية طبيعتها التي تتمتع بها وما تقوم به للحفاظ على الاقتصاد الأزرق والأخضر. نسعى للاستفادة من الحدث كمنصة للترويج لتراث سيشيل الثقافي والطبيعي وجذب الاستثمار الأجنبي والترويج السياحي. في قلب الجناح يجد الزائر قطعة فنية مصنوعة من مواد معاد تدويرها، القصد منها التنبيه إلى واحدة من أخطر التحديات التي تتعرض لها الحياة الفطرية حول العالم، ألا وهي الملوثات البلاستيكية للبحار والمحيطات. كما سيتعرف زوار الجناح على مشروع تنظيف أكثر الجزر المرجانية أهمية من التلوث البلاستيكي، وهي جزيرة ألدابارا التي تعد من أغلى الكنوز الوطنية في سيشيل. تم تصميم تجربة زوار الجناح على غرار البحث عن الكنز مع أدلة خفية تنتظر فك شفرتها، حيث يجد الزائر في ممرات الجناح الجمال الطبيعي وتاريخ هذه الجزر. وفي زاوية بجناح سيشيل علقت لوحة تحت عنوان منبوذة في المحيط، وهي لوحة لتكريم التراث المشترك لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسيشيل اللتين يجمعهما حبهما للبحر، وقد طورتها الفنانة الإماراتية روضة الكتبي. إذن محبي الحياة الطبيعية وكنوزها على موعد لاستكشاف الكثير من خلال جناح واحدة من أجمل جزر العالم سيشيل.